بما اننا داخلين على فصل الشتاء، يعني الجلد بتاعنا بيكون فيه جفاف اكتر بطريقه اكتر، وجلد الوزه او سترابري سكن او جلد الفراوله ايا كان المسمى بيظهر بشكل كبير في فصل الشتاء، وهو عباره عن ان الشعرايه بتاعتك لما بتيجي تطلع مش بتقدر تخترق الجلد كويس عشان هو مش مترطب والجفاف فيه شديد، فبتطلع بالشكل ده، بتكون بثور سوداء او حمراء او ايا كان لونها حسب لون وطبيعه بشرتك، فده بيكون اسمه جلد الوزه. ايا كانت الاسباب فاحنا محتاجين نعالج جلد الوزة. اول حاجة نستبدل طريقة ازالة الشعر، نستبدلها بالليزر. لو مش هنقدر على الليزر فهنستخدم الشيفنج، هنعمله بطريقة صحيحة. تاني حاجة هي السكراب، لازم يكون سكراب مرتين في الاسبوع بمية دافية بطريقة دائرية وتكون لطيفة على البشرة. وبعد السكراب او بعد الشاور هنستخدم مرطب فيه مقشر زي الكربومايد، وبعد كده هنستخدم شانجل ملكي، ده ترطيبه حلو قوي. نستبعد عن الحاجات اللي فيها فريجننس ونعمل ده مرتين في اليوم، والشيفنج فترة العلاج بس وبس كده.